مستر بيقول يعني دي اكزامبل عن برودكت، البرودكت دي الديامتر بتاعها بيطلع 6.5، ده ماشي. الافريج، انه لكن بيختلف يعني في 0.04 مليمتر، كمان ممكن يزيد او يقل. اوكي، according to the temperature يعني قصدك. لا، هي البرودكت بتطلع كده، فيها فاريشن. طب ايه اللي يعمل الفاريشن ده؟ هي بتطلع كده. طيب هو الفاريشن هيطلع من، انت قلت ان according to temperature التاور ده بيتغير طوله، فهو ده اللي ايوه، هيبقى انا قلت ده البريدج ده اي طوله بيتغير. على حسب التمبريتشر. ايوه، انما الاكزامبل التاني ان هو في برودكت برودكت اوف ايه بقى؟ بتطلع الديامتر بتاعها بيبقى فيه فاريشن فيه. طيب حاجة تانية. لا، تمام. بص،